معاكم الكابتن هاني سعيد. لا مش شرط ان كل لعيب يبقى مدرب، مش شرط ان كل مدرب، مش كل بطل عالم بيبقى مدرب. لا ليها بعض الشيء لما تبقى انت لاعب ومدرب بتفرق شويه، لكن في لعيب، في مدربين كتيره قدرت توصل لمستوى عالي جدا وهي اصلا مش لعيبه، عن طريق العلم بتاعها لو قدرت تتابع كتير وتتعامل يعني. لا وانا بشوفها ان هي جينات بتختلف من جسم لجسم يعني، وطبعا لازم المدرب يفهم انه يقدر يتعامل مع كل خامه بطريقه مختلفه، عن طريق تحاليله، عن طريق تمرينه، عن طريق حاجات كتيره يعني يقدر يفيده بيها كمدرب. لكن هي جينات مختلفه من جسم لجسم خالص، ولازم المدرب يتعامل مع كل جسم بشكل مختلف، ومش كل طيب شغال على كل الاجسام، بتختلف من اجسام لاجسام كتيره خالص يعني.